كيف تعبر إشارات الواي فاي من خلال الجدران؟ تعد إشارات الواي فاي نوعا من أنواع الإشعاعات الكهرومغناطيسية مثل الضوء المرئي. تمر الموجات المغناطيسية ذات الطول الموجي الذي يقع في نطاق إشارات الواي فاي عبر الجدران بنفس السهولة التي يمر بها الضوء عبر الزجاج في النوافذ. واحدة من أكثر المشاكل شيوعا في العالم الحديث هو عدم توفر خدمة الواي فاي، وخصوصا عندما تكون في أمس الحاجة إليها. بعض خصائص تقنيات الواي فاي لو ذكرتها قبل بضعة عقود ستجعل الناس يتهمونك بالجنون، مثل وجود تقنية تمكنك من بث مقاطع الفيديو والاتصال ببقية العالم لاسلكيا. هذا الأمر كان بمقدوره أن يحير عقل الجميع. إضافة إلى ذلك، فإن إشارات الواي فاي تستطيع الوصول إلى جهازك حتى لو كان جهاز التوجه أي الروتر بعيدا عنك، لأن تلك الإشارات تعبر الجدران والنوافذ، أي ستكون قادرا على تصفح الإنترنت باستخدام الواي فاي حتى لو كان جهاز التوجيه في غرفة مختلفة. أليس من الغريب أن الضوء لا يستطيع العبور عبر الجدران على عكس إشارات الواي فاي؟ كيف يكون ذلك ممكنا؟ بالتأكيد لقد صادفت إشعاعا كهرومغناطيسيا مؤخرا، فنحن محاطون بها دائما. الضوء المرئي وتقنية البلوتوث وإشارات الواي فاي والأشعة تحت الحمراء، إنها موجودة في كل مكان. ومن وجهة نظر تقنية، فإن الإشعاعات الكهرومغناطيسية هي شكل من أشكال الطاقة التي تنتقل بسرعة الضوء وتصنف إلى موجات الراديو وأمواج الميكرويف والأشعة فوق البنفسجية وهكذا، اعتمادا على ترددها أو طولها الموجي. توجد 6 أنواع رئيسية من الإشعاعات الكهرومغناطيسية كما نرى في هذه الصورة أمامنا. سابعها الضوء المرئي. أمواج الراديو واحدة من تلك الأنواع، وتقنية الواي فاي تعمل في المجال الترددي لتلك الأمواج. تستخدم تقنية الواي فاي موجات الراديو لإنشاء اتصال بين جهازين أو أكثر، ويوجد ترددان رئيسيان لتلك الأمواج اعتمادا على كمية البيانات المراد نقلها، إما 5 جيجاهرتز أو 2.4 جيجاهرتز. كلما ازدادت كمية البيانات المنقولة في الثانية الواحدة ستحتاج إلى تردد أعلى. وعلى ذلك فإن الأمواج ذات التردد 5 جيجاهرتز تستخدم لإرسال كميات كبيرة من البيانات بين الأجهزة. كيف تعبر إشارات الواي فاي الجدران؟ عندما تصل الأمواج الكهرومغناطيسية إلى سطح ما، يوجد 3 احتمالات ممكنة: عبور الأمواج خلال السطح، انعكاس هذه الأمواج عن السطح، أو امتصاص السطح لهذه الأمواج. عندما ينعكس جسما ما طوليا موجيا معينا للضوء المرئي، يصبح اللون المرتبط بهذا الطول الموجي هو لون الجسم. مثال على ذلك يكون لون التفاحة أحمر، لأنه عندما يسقط الضوء على سطحها فإن الطول الموجي للضوء الذي تعكسه هو الأكثر ارتباطا باللون الأحمر. إذا ما الذي يجعل الجسم يمتص أو يعكس أو يكسر طول موجي معين من الإشعاع الكهرومغناطيسي؟ جواب هذا السؤال يعتمد كليا على تكوين الجسم. كما نعلم، كل شيء في هذا الكون مصنوع من أجزاء صغيرة تسمى الذرات. حجم هذه الذرات والمسافات بينها هو الذي يحدد ما إذا كان هذا الجسم سوف يمتص موجة معينة ذات طول محدد من إشعاع الكهرومغناطيسي أو أن يسمح لها بالمرور. بالنسبة للضوء المرئي، عندما تغلق باب غرفة نومك لا يدخل الضوء من الخارج إلى غرفة نومك، أليس كذلك؟ لما لا؟ ذلك لأن الضوء المرئي لا يمكن أن يمر من خلال الأجسام الصلبة مثل الجدران أو باب الغرفة، لكن بإمكانه أن يمر بسهولة من خلال بعض الأشياء الصلبة الأخرى كالنوافذ الزجاجية. هذا هو بالضبط السبب في أن إشارات الواي فاي قادرة على المرور عبر الجدران والأبواب. وكما أن النوافذ الزجاجية شفافة للضوء المرئي، فإن الجدران شفافة لإشارات الواي فاي، وذلك لأن التردد أو الطول الموجي لإشارات الواي فاي تجعلها قادرة على اختراق الأجسام الصلبة، ولكن بالطبع إلى حد معين. فإذا كانت الجدران سميكة جدا لن تتمكن إشارات الواي فاي من المرور خلالها.
أيضا بما أن إشارات الواي فاي تنتقل عبر الهواء فهي تتعرض للتشتت، وهذا يعني أنها ستفقد بعضا من طاقتها. وبالتالي إذا كان لديك مودم داخل غرفة محاطة بجدران خرسانية سميكة فلن تحصل على أي استقبال للواي فاي خارجها، وبالمثل لن تحصل على استقبال واي فاي جيد على جهازك إذا كان المودم على مسافة كبيرة بعيدا عنك، أي من 150 إلى 300 قدم. ببساطة الجدران شفافة تماما لإشارات الواي فاي كما هو حال النوافذ الزجاجية بالنسبة للضوء المرئي، وهذا هو السبب في أن إشارات الواي فاي يمكن أن تمر بسهولة عبر معظم الجدران وتضمن لك البقاء متصلا بالإنترنت.